الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن الكريم. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن الكريم وألبسنا بخلعة ببركة ختم القرآن الكريم وأدخلنا الجنة مع القرآن الكريم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة ختم القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن وشفاء وحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة
وبكل جزء جزاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. واجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا شفاء ولوجوهنا جميلا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن الذي قرأنا وحفظنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه وبارك أساتذته وجميع طلابه. اللهم بارك في من تعلق بهذا المعهد من مؤسسه ومن متخرجه وألحقنا معهم وألحقنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا حفظ القرآن الكريم. اللهم سهل علينا حفظ القرآن الكريم واجعل طلابنا وطالبتنا من حفاظ القرآن والحافظات ومن المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ولآبائنا وأمهاتنا
وأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسميعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.